كعادة كل الأيام الأممية اللي هي الأيام اللي بتحتفل فيها الأمم المتحدة بذكرى معينة. النهاردة العالم ممثلا في الأمم المتحدة بيحتفل باليوم الدولي لمنع التطرف، واللي بتكون نتيجته بطبيعة الحال هي الإرهاب. منع التطرف ده ليه أشكال كتير جدا. هل التطرف ده مرتبط بالجهاديين أو بالتطرف الإسلامي؟ ده سؤال مهم جدا ربما هنتكلم فيه. ولكن على أي حال الحقيقة أن مصر كان لها تجربة كبيرة جدا جدا وتجربة عالمية في مواجهة الإرهاب ومواجهة الأفكار المتشددة، والعالم كله اتكلم عن التجربة المصرية. كان من ملامح هذه التجربة المصرية أبرزها على سبيل المثال الدور اللي لعبه مثلا مرصد الأزهر لمكافحة التطرف في مواجهة التكفير والفتاوى المتطرفة المحرضة على القتل والمحرضة على العنف. ده هيخلينا نسأل إزاي قدرت الدولة المصرية خلال السنوات اللي فاتت إن هي تجفف منابع الأفكار المتطرفة من جذورها، وإزاي نقدر نفرق ما بين التطرف والغلو اللي بيرتبط بالإسلام الجهادي أو الإسلام المتطرف، والتطرف اللي بيبقى ليه علاقة بالإسلاموفوبيا، إن حد يخش على مصلين أو على مجموعة من المسلمين في أوروبا يرهبهم. ده برضو نوع من أنواع الإرهاب. ضيفنا النهارده في استوديو صباح الخير يا مصر الدكتور حماده شعبان المشرف بمرصد الازهر الشريف لمكافحه التطرف، هيكلمنا على الوان التطرف وعلى انواعه في اليوم العالمي لمكافحه التطرف. صباح الخير يا فندم. اهلا بيك يا فندم. اهلا بحضرتك واهلا بحضرتك استاذ مصطفى، وتحياتي لحضراتكم وللساده المشاهدين. اهلا بحضرتك يا فندم. الدوله المصريه عملت ايه؟ وازاي نفرق الاول ما بين انواع التطرف؟ العالم في اليوم العالمي للتطرف بيربط ده بالشرق الاوسط وبالجماعات الجهاديه، ولا بيربط ده بشكل تطرف بمفهومه العام؟ بسم الله الرحمن الرحيم. هو الحقيقة التطرف تطرف، سواء في الشرق الأوسط سواء في الغرب سواء في أي مكان في العالم. التطرف له تعريف، هو الوقوف في الطرف، عندما تقف في طرف الشيء، عندما تقف في أقصى أقاصي الدين فأنت إنسان متطرف، عندما تقف في أقصى أقاصي اللادين فأنت متطرف. الفكر المعتدل إن أنا أقف في الوسط. الشاعر كان فيه شاعر بيقول كانت هي الوسط المحمي بها الحوادث حتى صارت طرفا. يعني لأن يا أستاذ مصطفى أقوى أضعف شيء في أو أضعف حاجة في الشيء هي أحد الطرفين بتوعه. لو أنت وقفت على الطرف حاجة من الاثنين، لإما تكسر هذا الطرف لإما حضرتك انت اللي تقع من عليه. وبالتالي فان الانسان اللي بيقف عند اقصى اقاصي الدين ممكن ان هو يقع في التطرف ويرعب الناس ويرهبهم. كذلك الانسان اللي بيقف في اقصى اقاصي اللادين ممكن يصل الى اقصى مراحل التطرف، وهي الالحاد والاعتراض على السلطه الالهيه العليا وغير ذلك من اللي احنا بنشوفه في ايامنا الحاليه. لكن التطرف بكل انواعه، فضيله الامام الاكبر يوم احداث نيوزيلندا، الراجل اللي دخل على المصلين في صلاة الجمعة وقتل المصلين، قال إن ما قام به هذا الإرهابي وإرهابي داعش فرعان لشجرة واحدة سقيت بماء العنف والإرهاب. فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي في عام 2020 في كلمته في المولد في المولد النبوي الشريف، وكان أياميها برضو كان فيه هجمة رسوم مسيئة على الرسول عليه الصلاة والسلام. فخامة الرئيس قال إن المتطرفين موجودين في كل الأديان، مفيش أتباع دين معين هم يوصفوا بالتطرف. التطرف ده صفات وسمات اللي بيحملها بيكون إنسان متطرف. يعني احنا الوقت لما نيجي ننظر مثلا في الفترة الأخيرة الأسابيع الماضية كان في مجموعة تظاهرات في الغرب لحرق المصحف. هل هذا ليس تطرف ان انت تصل بهذه الصورة الى عدم قبول مقدسات الآخر، الى عدم قبول احترام في الآخر في الوقت اللي العالم او اوروبا بالتحديد بتنادي باحترام الأفكار البعيدة كل البعد عن الشرق الأوسط؟ لو كلمنا على المثال ده، هم في الوقت نفسهم لا يحترموا اوروبا تجرم من يحرق على بالمثليين، ده جريمه. فعندما تحرق كتاب مقدس ولا تجرم رسومات بتعملها شارلي ابدو بتسخر فيها من ضحايا زلزال، بالضبط. اذا كنت انت يعني لا تحترم ديني، واذا كنت انت لا تحترم نبيي، لا تحترم مقدساتي، لا تحترم رموزي الدينيه، فانت لن تحترم حياتي. وبالفعل حضرتك لما تيجي تنظر الى المجلات اللي عملت الرسوم المسيئه للرسول عليه الصلاه والسلام، هي نفسها المجلات الان اللي عملت رسوم مسيئه لضحايا الزلازل في سوريا وفي تركيا. صحيح. وده بيؤكد ان هم ان يعني كان فيه مفكر الماني قال عندما تحرق الكتب فانت
ستحرك البشر. وده لما تيجي تنظر احنا من حقنا ان احنا نستفيد من التاريخ، نرجع للوراء ونشوف مثلا محاكم التفتيش اللي كانت بتحرك المصاحف، ننظر مثلا الى المغول لما اجتاحوا بغداد، هل هم اكتفوا بحرق الكتب ولا حركوا الكتب وحركوا البشر، ولحد درجه ان يقال ان مياه الانهار اسودت. صحيح. يعني انتوا في الحقيقه الله يكون في عونكم، يعني انتوا مش بس بتحاولوا ان تظهروا الاسلام بصوره جميله قدام العالم، وطبعا تنفوا ما يعني لوثه البعض خليني اقول من صوره، لكن كمان انتوا النهارده بتعدلوا فكر لاجيال طلعت للاسف بتستمع الى بعض المتطرفين اللي خدوا منصات كواجهة ليهم ان هم يقدروا يتكلموا ويوصلوا لعدد كبير من الشباب والاطفال. فانتوا النهارده عندكم يعني مسؤوليه كبيره جدا على المستوى الفكري، ازاي قدرتوا او ازاي قدر مرصد الازهر انه يكافح التطرف في العمل طبعا على مواجهه الاراء والفتاوي المتطرفه؟ احنا عندنا الاول المرصد بيتكون من 13 وحده، يعني احنا عندنا وحدة رصد اللغة الإنجليزية، وحدة رصد اللغة الفرنسية، وحدة رصد اللغة العربية، كل وحدة من هذه الوحدات مسؤولة عن انها تتابع كل ما تنشره مواقع التواصل او تنشره مواقع الانترنت عن الإسلام. يعني احنا رقم واحد عندنا في الرصد اللي بيصدر عن التنظيمات الإرهابية في حد ذاتها. يعني لو ان مثلا تنظيم زي داعش مثلا اصدر النهاردة فيديو باللغة الإنجليزية، يبقى وحدة رصد اللغة الإنجليزية عليها مسؤولية رصد هذا الفيديو وتفريغه وترجمته واخراج منه الفتاوى او الايات القرانيه اللي بيستشهدوا بها والرد عليها. نعم، وبتعرض بعد ذلك على لجان علميه في الازهر الشريف. فضيله الامام الاكبر لما زار المرصد لاخر مره يعني اشار علينا ان احنا نعرض هذا المحتوى المتطرف على هيئه كبار العلماء اللي هي اكبر هيئه علميه في الازهر الشريف، علشان ردود المرصد تكتسب قوه وتكون ثقه الناس فيها اكبر. وبالتالي ان احنا بنعمل تقرير اسمه تقرير شهري، بنجيب فيه كل القضايا الشرعيه اللي رصدتها مثلا وحده رصد اللغه التركيه في السياق التركي، اللي رصدتها وحده رصد اللغه الفارسيه في السياق الفارسي، اللي رصدتها وحده رصد اللغه الفرنسيه باللغه الفرنسيه، وبنترجم كل هذه الافكار وبنعمل بها تقرير وبتاتي الينا الردود الشرعيه. بعد عمليه الرد الشرعي ما يوصل نرجع تاني نترجم هذه الردود الى اللغات الاجنبيه علشان نرد بنفس اللغه. يبقى الانسان اللي شاف فتوى متطرفه او اللي شاف تفسير مغلوط يشوف الرد بتاعه ايضا باللغه نفسها. لذلك ان احنا يعني على مدار الساعه بنرصد بنتابع بنفند حتى الخطاب الاعلامي نفسه، لان حضراتكم عارفين ان موضوع التطرف ما عادش القضيه ان انا استقطبك عن طريق الدين، لان هم يعني هي اصلا القضايا اللي هم بيستشهدوا بيها كلها 10 مثلا قضايا او 15 قضيه. على مدار ال 100 سنه الماضيه الازهر بيرد والعلماء بيردوا والمثقفين بيردوا، فما عادش طريقه أو الفتوى نفسها في حد ذاتها كفتوى ما عادش نقدر نقول إنها ممكن تستقطب حد، لأن القضية كلها هلكت بحثا. لكن طريقة الجديد عند التنظيمات الإرهابية والمتطرفة هي طريقة عرض الفتوى، طريقة الخطاب الإعلامي والخطاب الإفتائي للتنظيم، إن أنا أجيب فتوى وأبدأ أعرضها بأسلوب معين. يعني مثلا أي فيديو يا أستاذ مصطفى لو ما تيجي تنظر إليه للتنظيمات تجده تلقائيا بيبدأ بخطاب مظلومية. لازم الأول إن أنا أذكر لك شيء أخليك تتعاطف معايا في البداية. أول ما تلاقي الفيديو هيبدأ بخطاب مظلومية تعرف إن هو هينتهي بكارثة على طول. هذه الكارثة يعني مفيش نفس بشرية لو أنا قلتها لك في بداية الفيديو تقدر تتقبلها. فابدأ الأول خطاب المظلومية، إن أنا أستثير عواطفك وأدغدغ مشاعر الشباب إن هم يبدأوا يتعاطفوا معايا. بعد خطاب المظلومية أبدأ حاجة اسمها عندكم في الإعلام اسمها مرحلة الدمج، إن أنا أدمجك معايا أحملك المسؤولية. ماذا أنت ستفعل أخي مسلم؟ ماذا أنت صانع؟ هل ستصمت على ما يحدث كذا وكذا؟ ثم بعد خطاب الخطاب اللي احنا بنسميه خطاب الدمج، إن هو يدمجني معاه ويحملني المسؤولية، يبدأ خطاب التحريض. التحريض ان هو يحولني من التأييد السلبي للتأييد الإيجابي. لذلك ان تجد حضرتك مثلا ان كل العمليات اللي كانت بتحدث طعن وعمليات دهس في اوروبا، الشباب اللي قاموا بهذه العمليات لا يعني تنظيميا لا علاقه لهم بالتنظيمات الإرهابيه، ما راحوش ما جوش مثلا انضموا لتنظيم او كده، هم تأثروا بالخطاب الإعلامي والخطاب الإفتائي اللي موجود على مواقع التواصل، والشاب خد عربيته وعمل عمليه دهس او خد سكينه المطبخ وعمل عمليه طعن، وتنظيم داعش بيقدم لهم
لهم مثلا خطاب اعلامي لهذه الفئات اللي بيسميهم اللي احنا بنسميهم في ادبيات المكافحه الذئاب المنفرده. قال لهم ان انت لو عملت اي عمليه مهما كانت صغيره التنظيم هيعترف بيها، شريطه ان انت تعلن هذا للراي العام. لذلك تجد مثلا الشاب اللي عمل اللي فجر النادي الليلي في امريكا سنه 2016 اعلن على يعني اتصل برقم الطوارئ في هناك وقال لهم ان انا هتابع لمقاتلي الدوله كذا وهعمل العمليه دلوقتي. هو كان متاثر بفكرهم وبعت لهم لكن كده. هو حصل تواصل تنظيمي او حصل ان هم قالوا له اعمل كذا؟ لا هو تاثر. اخر حاجه خليني اقول لك ان من يعني كان في فتره كده نضج او كبر او ظهر فيها تنظيم داعش وبعد كده خفت هذا التنظيم، نقدر نفسرها امتى؟ يعني لو خدنا سياق تاريخي من 2010 ل 2020 امتى طلع وامتى خفت وامتى نقدر نقول ان هو احنا الحمد لله دلوقتي وصلنا لمرحله ان احنا يعني اكيد انت اكتر واحد متابع انت في المرصد. نعم. وبالنسبه لك الموضوع ده هو التنظيمات ديت عندها مجموعه مراحل، يعني اي تنظيم هو او التنظيم ده على وجه الخصوص عنده مراحل التمهيد ان هو يمهد لظهوره ازاي يكتسب حاضنه شعبيه، دي كانت تقريبا في سنه 2011 و2012 بعد ثورات الربيع العربي واستغلال اللي حصل. يعني انت مثلا عندما تجد الشاب المتدين اللي مثلا اللي خدع او اللي حصل له شيء من الخداع في مثلا في الاسلام السياسي وفي حركات الاسلام السياسي، لما يلاقي قدامه لحيه تعلوها عمامه تتحدث من على منبر تتحدث باسم امير يطلق على نفسه امير المؤمنين يستشهد ببعض الآيات القرآنية والأحاديث النبوية وأقوال الصحابة الكرام، يتحدث عن بيت مال المسلمين، يتحدث عن سقوط الزكاة، يدعو الشباب للهجرة ويقول إن إحنا الأنصار وإنتوا المهاجرين. أنت كده يعني تشوف دغدغة مشاعر الشاب اللي هو كان في يوم من الأيام يعني خدع بأنه سيطبق الشريعة لا قدامه فعلا اللي هو عاوزه. في معظم الأحوال بيبقى الشاب ده أصلا رايح من الإكستريم أو بالزبط. حياته ما كانش يعني بيعمل أي حاجة، يعني ولا كان بيصلي ولا كان بيصوم ولا أي حاجة، فجأة ابتدى يشوف كام فيديو فاتأثر فراح على النقيض. هو التنظيم ده يختلف عن كل التنظيمات الأخرى إن هو عنده فكرة اسمها فكرة الدولة، فأنا لو جالي حد عايز ينضم لي إن شاء الله لو هو حتى مدمن مواد مخدرة أنا هوافق عليه. هو الفيصل عنده مبيعة الخليفة المزعوم. فسنة 2012 و2013 كانت اكتساب الحاضنة الشعبية وإن هو يظهر استغل بعض الظروف السياسية اللي كانت موجودة في العراق في الفترة ديت من برضو أخطاء سياسية كبيرة من تهميش فئة مقابل فئة أخرى، وبالتالي قدر أنه يكتسب حاضنة شعبية هناك. بعد كده في 2014 و2015 ديت كانوا بيسموها عندهم حتى في أدبياتهم يعني فترة التمكين، الفترة اللي هو بقى سيطر فيها ما عنده سيطرة مكانية، بيسيطر على 100,000 كيلو متر مربع في سوريا والعراق، استولى على مدينة الموصل العراقية اللي هي تاني أكبر المدن العراقية وهي المدينة التاريخية الكبيرة، عامل العاصمة في مدينة الرقة السورية. فكانوا العامين دولت هم عامي اللي بيسميه التمكين. من سنة 2017 لحد 2019 بدأت عملية الخفوت، عملية الضعف بسقوط الفلوجة. حتى لما سقطت الفلوجة حتى يعني المتحدث أياميها قال هو قتل في عام 2016 قال إن احنا يجب إن احنا نرجع تاني ونبدأ من حيث ما بدأنا. حتى صدرت أو وقتها فتوى كانت بتقول تواجدوا على تويتر فهو بمثابة النزال مع الأعداء، أحكموا الحسابات وأكثروا منها وانقلبوا على الكافرين. فده يدل إزاي هذا التنظيم بيثق ثقة عمياء في مواقع التواصل الاجتماعي. سنة 2019 مع سقوط البغوث يعتبر انتهت السيطرة المكانية لهذا التنظيم، وبعد كده بقى طبعا قتل أبو بكر البغدادي وقتل بعده عبد الله. هل في خلايا نائمة نقدر نقول إن في تخوف مازال كامن إن يعاد فكرة أو بعث التنظيم من جديد؟ نعم، هو بالفعل ان انت لما هو حصل يعني التنظيم ده استاذ مصطفى مختلف عن التنظيمات الاخرى في ان هو بيتقبل الهزيمه وبيعلن ان هو هزم وبيعلن ان هو بيتكيف مع الهزيمه ديت. يعني هو لما حصل السقوط في 2019 خلاص ابو بكر البغدادي هو طلع مرتين بس للناس، مره اعلن قيام دولته ومره ثانيه اعلن
سقوطها قبل ما يموت بشهور، وقال ان احنا خلاص كده يعني ان احنا ايه المقاتلين تروح نترك يعني اتبعوا استراتيجيه اسقاط المدن، ان احنا نروح بعد ما كنا قاعدين في المدن لا احنا نروح بقى في البوادي والقرى المهجوره والجبال وينفذوا عمليات اللي هي ذات الطابع الفردي، ان واحد يطلع يعمل يحط قنبله يفجر يعمل اي حاجه من الحاجات ديت، لكن ما عادش زي ايام زي 2014 و2015 اللي كان بيقوم بمعارك يعني اشبه بمعارك الجيوش، فيها اسلحه اكتر من سلاح، فيها جهاز استخباراتي، كل ده الحمد لله يعني انتهى. المشكله الان هي ان احنا او اللي مصر وعياله واللي هي بتفكر فيه دايما ان احنا بنمشي في المكافحه على الجانبين، لا يعني مش جانب عسكري فقط، احنا يعني في الجانب العسكري مهم طبعا شغالين، وطبعا يعني لا تكاد تكون قريه من قرى مصر الا وسقط فيها شهيد من الناس العساكر والضباط اللي بيحاربوا الارهاب، وفي نفس الوقت الحمد لله احنا ماشيين في المكافحه الفكريه. طيب. من خلال مرصد الازهر خليني اقول لحضرتك على حاجه دلوقتي. فضل. اي شاب صغير في السن او في بدايه سن المراهقه او الشباب بيتفرج على فيديوز على مواقع التواصل الاجتماعي، شاف كذا فيديو، ازاي يفصل او ازاي يفرق ما بين عظة حقيقيه من رجل دين حقيقي وعظة من وراها في اهداف تانية بينتج عنها اللعب بالعقول واللعب بالمشاعر، فبالتالي احنا بنجند خليني اقول حد تاني، وازاي الدراسات اللي عملها وايه هي ابرز الدراسات اللي عملها مرصد الازهر طبعا عشان يكافح بيها الافكار دي، وخليني اقول الفيديوهات دي مثلا. احنا عندنا اكتر من يعني عملنا حوالي 20 اصدار او 20 كتاب، انا يعني احنا الحمد لله ان احنا بنراعي في مخرجاتنا انها تكون مناسبه لكل الفئات. يعني الناس اللي بتحب القراءه الاكاديميه المعمقه المدعمه بالمصادر والمراجع، الكتب الكبيره ديت عملنا لهم الكتب والاصدارات، وعندنا مجله ربع سنويه اسمها مجله مرصد، عندنا يعني كتاب التطرف الالكتروني، كتاب شهادات العائدين من داعش، ان احنا ازاي الناس اللي رجعوا من داعش قبل سقوطها كانوا بيقولوا ايه الاهوال اللي هم شافوها، الاسباب اللي حضرتك قلت عليها بالظبط، معظمهم انضم بسبب المشاهدات او بسبب الفيديوهات، عندنا كتاب اسمه ملامح الشخصيه المتطرفه، عندنا يعني دراسات كتيره جدا، بالاضافه برضو الى التطرف على الجانب الاخر، عندنا الاسلام فوبيا، عندنا مسلم الروهينجا وما يحدث لهم في ميانمار، ده بقى ايضا صدر عنه كتاب. ده بالنسبه للناس اللي هي بتحب القراءه ومتعمقه فيها. عندنا صحيح. طبعا حاجه تانية اسمها الحملات الالكترونيه اللي هي بتناسب لغه السوشيال ميديا، ان انا اخد رسائل من هذا الكتاب واخليها بصوره مبسطه في صوره رسائل سطر او سطرين. عملنا حملات كتيره جدا، عملنا مثلا حمله كيف لدين، ودي كانت حمله مهمه، ازاي النقطه اللي حضرتك قلت عليها في الاول، ازاي ان انا يعني اعرف ان يعني مثلا كيف لدين، يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم دخلت امراه النار في هره حبستها ودخلت امراه الجنه في كلب سقطه شربه ماء، كيف لهذا الدين الذي احترم الحيوان بهذه الصوره ان يامر بقتل انسان اللي هو افضل مخلوقات الله سبحانه وتعالى على الارض. فاحنا من خلال حملاتنا ديت احنا بنحاول وده المفروض نكون يعني ان احنا نكون كلنا كمؤسسات نعمله، ان احنا ننمي مهاره التفكير النقدي عند الشباب، اذا قدرنا ان احنا ننمي هذه المهاره ان الشاب يعمل عقله يمعن نظره فيما يصل اليه من معلومات. صحيح. ان شاء الله نكون قادرين ان احنا نصل الى تكفيف منابع الفكر المتطرف. على اي حال منع التطرف يعني مش بيبدا بس من مواقع التواصل، بيبدا من اقتناع العالم بان التطرف ده ملوش شكل واحد بس، هو الشكل الجهادي او الشكل الاسلامي اللي بتلصقه وسائل الاعلام الغربيه بالشرق الاوسط، دايما لما بيتقال مكافحه التطرف بيلصق بالشكل الاسلامي، ولكن هناك الوان كثيره جدا من التطرف. يعني هذه الكلمه موجهه للامم المتحده، الامم المتحده النهارده بتحتفل باليوم العالمي لمكافحه التطرف، بنقول لهم يا امم المتحده التطرف ليس اسلاميا فقط، هناك تطرف ضد المسلمين، التطرف ضد ما يعني او فيما يعرف بظاهره الاسلاموفوبيا، زي ما دخل احد المتطرفين وقتل المسلمين في احد مساجدهم في نيوزيلندا، زي ما بنشوف واحده زي مروه الشربيني قتلت لان هي بس كانت واحده محجبه، زي ما بنشوف اشكال كتير جدا من اشكال التطرف ضد المسلمين لمجرد انهم مسلمين. بنشكر الدكتور حماده شعبان المشرف في مرصد الازهر الشريف لمكافحه التطرف على تفسيره لكلمه التطرف، وعلى يعني تحليله لجهود الازهر الشريف، وعلى ايضا رصده لمراحل نمو وظهور الجماعات التكفيريه في السنوات الاخيره. شكرا جزيلا لحضرتك. شكرا يا فندم.